أني من عائلة يعني كبيرة أكبر مني، وبعدين صار عندي أخوي أصغر مني. بابا كان حريص علينا إنه إحنا كل إحنا نكمل دراسة، اللي قدر يتوظف بشهادته، واللي مثلا زوجته اللي قاله شغل. أنا كنت كل زينة بالدراسة، وقدرت إنه أدخل الجامعة، معدلي كان لا بأس. يعني صرت من أتخرج أصير مدرسة. خلال هاي الفترة تقدموا لي ناس من منطقتنا، احنا منطقتنا يعني عشرة وقديمين بيها، فالناس يعرفون بابا واحنا نعرفهم، ويعرف الأماية والأهل والعيال يعني شبه أهل أو أكثر من أقاربنا قريبين لنا. فهي كان هو هذا الوحيد إلها، الأم وعندها 2 بنات، فهي كانت كلش حريصة عليها إنه تختار لها بنية زينة. فأني قبلت بيهم رأسا لأن نعرفهم شنو، نعرف أخلاق الولد، وأصريت إنه أكمل الدراسة. هو ما كان عنده أي مشكلة، هو كان يعني كان منتسب، هو شرطي، هو كمل الدراسة بس يعني دخل بهذا المجال على مود الوظيفة وعلى مود إنه يقدر يكون حياته ويقدر بإنه يفتح بيت. كان البيت هو إلا بس هو وأخواته من الزوجات، فأنا قاعدة وياهم وكملت دراستي. بالنسبة للمرأة العراقية الشرقية بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة، من أهم مسلمات الحياة بالنسبة لها أنه تتمسك بشهادتها، لكون الشهادة هي سلاح تحارب بمجتمعنا. مجتمعنا اللي ينظر للمرأة للأسف نظرة ضعيفة، نظرة استصغار، نظرة أنه المرأة مكانها البيت فقط، بالرغم من أنه هي المرأة نصف المجتمع، تكمل المجتمع عملها جانبا إلى جانب الرجل. لكن أنا كثير أعرف العوائل شو يقولون، يقولون بنتهم أو أخي يقول للأخته وإذا خلصتي، وإذا خلصتي كلية، وما كانتش البيت، وإذا صرتي، وإذا هاي ما كانتش البيت، ما كانتش المطبخ. دائما الرجل يحاول يقلل من شأن المرأة بهذا الخصوص، سواء كان أخوها أو زوجها أو أبوها. فهنا من النادر الآن، يعني حتى مع هذا التطور التكنولوجيا، مع دخول يعني التطور بالنسبة للعراق، بقت النظرة، نظرة أغلب العوائل، أنه للبنت أنه هي دراستها مو مهمة مقارنة بالولد. لكن حقيقة نادرا نلقى عوائل مثقفة تشجع على موضوع الدراسة. من هذا الباب أنه أنا أحيي هاي الإمرأة، رغم أنه قصتها يعني ما انتهت بشيء جيد، لكن أحييها على أنه هي أصرت على الدراسة وفضلتها على هواي أمور. الزواج هو مؤسسة اجتماعية، أنا يعني أحسها من أعظم المؤسسات الاجتماعية، لأنه ممكن أنه تبنين من هذه العلاقة الزوجية بذرة وثمرة جيدة جدا للمجتمع، وممكن العكس حتى. وعادة ما أطلق على الزواج لقب أو لفظ مؤسسة، لأنه اشتراك بين شخصين بالأحلام، بالتوجهات، بالأهداف. فأني هواية صادفني، وليست حالات نادرة أبداً، هواية صادفني حالات بأنه هناك أزواج متفقين على أن يصلون إلى الهدف، وأن يحددون خطواتهم ويحددون أهدافهم نحو المستقبل. فيعني جدا قليل أشاهد أن هناك زواجات عشوائية، يمكن الزواجات التي تكون نتيجة العمر الصغير، نتيجة التأخر الدراسي، نتيجة زواجات الأهل أو المعارف. وبالعكس هناك وعي وثقافة تامة لدى الزوجين، بحيث قبل أن يدخلوا للمؤسسة الزوجية يجدون المكان المناسب والفترة المناسبة اللي هي فترة الخطوبة، ويشرح كل منهما أهدافه وطموحاته للآخر، ويقابل ذلك إيجاب من الطرف المقابل، بالعكس وتشجيع. كالحالة اللي ذكرتوها في برنامج حضرتكم، حتى كانوا أهل مشجعين لهذه الخطوة، بأن تكون هناك زوجة عاملة مجتهدة تحاول أنه تأسس بيت متكامل. نعم، وفكرة تأجيل الأطفال أيضا هناك تدخلات كبيرة من الأهل، يعني قليل جدا ونادر. هذه أنا أعترف بندارة هذه الحالة، لأنه نادر جدا ما تلاقين أنه والدة الزوج متفهمة لموضوع الأطفال، وموضوع أنه أنت طالبة وما تقدرين أنه تحاولين سيستمة وقتك حتى تنطين لكلا الجانبين حقه. كانت هناك بهذه الحالة، كانت هناك نوع من الندارة، أنا أعترف.
طبعا احنا بالكلية قلنا ما نريد اطفال على مود اني ما اقصر دراسة وبيت وزوج، فأم قبلت. بعدين بعد ما اتخرجت كنت افكر انه اتعين، والحمد لله يعني قدرت اقدم اكثر من مرة ومرتين، فالحمد لله يعني انقبلت وتعينت. بالنسبة لموضوع الأطفال وتأجيله فيما بعد إكمال الدراسة، حقيقة هذا موضوع متعلق بقدرة الإمرأة على هذا المشروع. هو الدراسة مشروع والإنجاب مشروع آخر مختلفين، فالمرأة إذا تحس أنه هي راح تقصر في جانب ما سواء بالدراسة أو الإنجاب إذا مشت بهن اثنينهن، فيفضل أنه فضلت أنه هي تؤجل موضوع الإنجاب، لكن هنا راح تصادم، ممكن ما تلاقي أهل الزوج اللي يوافقوها هذا الرأي، ما تلاقي أصلاً الزوج هو اللي يوافقها هذا الرأي. هذه حقيقة هو خطوة جيدة منها، لكن مو غلط إذا هي طاقتها تتحمل تمشيهن اثنينهن. بما أنه أنا تدريسية، كثير من الطالبات مرات يجوني يقولوا لي دكتورة ندخل ويا هاي الجروب مو ويا هذا الجروب مثلا، لأن أنا عندي طفل بالبيت، أنا عندي التزام بالبيت. اعتبرها هاي مرأة مناضلة مجاهدة، ليش؟ لأن هي دا تدرس وبنفس الوقت عندها أطفال تربيهم، يعني هو هذه رسالة وهذه رسالة حقيقة. لكن مثل ما قلت وذكرت أنه هاي تعتمد على طاقة المرأة وحياتها بصورة عامة، يعني شوف هي وين راح تتوقف. لذلك موضوع التأجيل هذا مرتبط بها هي، وهو قرار مو سيء، لكن بسلبيات وبإيجابيات. بعدين ورا ما استقريت قلت انه لازم اسوي اطفال، وتعرفين احنا بالتدريس عندنا امومه سنه، فاقدر انه اوفق بين شغلي وبين البيت وبين رعايه الاطفال، وامها هي زينه وياي وحابتني. ما ادري، احاول مره ومرتين وظليت اراجع طبيبه، ما صار اطفال، صار 8 سنوات وماكو اطفال. بقينا احنا مصرين انه نطلع اماكن ثانيه، حتى قدرنا انه نسافر او نجهز تحاليلنا للدول، يعني عن طريقهم، عن طريق المختبرات نشوف شنو المشاكل. قالوا انتم سووا انابيب ان شاء الله ينجح عندكم. حاولت، وطفل انابيب كلش متعب يعني، وتعرفين نفسيا شلون اتعب وناخذ العلاجات، ف خايف تحملت على مود يصير طفل، بس للأسف ما صار. والزوج من يتفهم حاله يتفهم كل الحالات، وأيضا يجي أنه هو ممكن متفهم لكن أكو مؤثرات خارجية عليه، ممكن حتى مو أهل نفسهم بالبيت، خالته، عمته، أخته، مو بالبيت هي، بس توز أنه أنت ليش ما يصير عندك أطفال، مرة سنة ومرة سنتين. وإذا هي خليها وروح تزوج وقول لها الطفل اللي ناخذه، هنا هي تدمر عائلتين. انه تقنع الزوج انه يتزوج على زوجته، والزوجه الثانيه هي تكون فقط مصدر لانجاب طفل، وبالتالي تدمر عائلتين، تدمر المراه اللي هي ما لها ذنب. هاي طبعا في حال اذا كانت السبب من المراه، بينما اذا كان السبب من الرجل الكل يعرف حقيقه، ومع كل الاحترام حتى الاهل يعني يسترون عن موضوع يستمر الزواج باكمل وجه. انا ما اعرف شو الحاله منه انت حضرتش او من شفنا القصه، انه هم ممكن الاثنين هم سبب، واثنين انه مشوا بهاي الخطوه، قرروا يتعالجون، قرروا هاي، لكن القدر وقف هذا الموضوع عند حد معين واخذ انه رجلها استشهد بسبب ما. هنا موضوع انه الانجاب والضغط، ممكن هسه هي مو شرط انه هي ما تنجب، ممكن هم اصلا مقررين احنا ورا 10 سنوات يلا، مو شرط انه لسبب ما، او احنا ما نريد اطفال خلص. يعني اكو اشياء فقط هم المفروض هم فقط الزوج والزوجه هم اللي قرروها، لكن حقيقه هذا اصرارهم وتحمل. شوف هو تحمل فتره دراستها وتحمل فيما بعد الدراسه، معناها هذا حقيقه يعني زوج نادر. ويعني مهما نقول يعني مهما تضحي المراه من اجل هذا الشخص هي قليله بحقه. فنامل انه الشباب انه يقتدون بهاي الشخصيه، يعني يكون مثال لهم، والبنات يحاولون يختارون مثل هيجي اشخاص. ممكن هسه بنت تشاهدنا تقول شلون انا يعني اختار؟ هنا هي الاختيار يعتمد على بعد النظر، هي من شرطه اول شيء انه تكمل دراستها، هنا من الرجل قالها اي والتزم، معناها هذا راح يتفهم هواي امور. لكن من اول بدايه المشوار مثل ما يقول، والرجل يبدي هو ينطي
شروط، احنا ما نسميها شروط، هو ينطي انه هاي ممنوعه وهاي مرغوبه، هنا معناها ايش يريد الرجل؟ يريد هو يغير بالمراه، لكن المراه يجب ان تكون دائما تقول انا اللي يجيني ويحب يشاركني حياتي شاركنيها مثل ما اني اتغير بنسبه ما، لكن انه اني اتغير جذريا من اجل ابني حياه زوجيه، طيب اني دا اهدم شخصيتي بالطرف الاخر، يجب انه يكون الموضوع متوازن، اوكي اني ابني حياه مو على حساب اهدم الجزء الاخر من حياتي. حاله عدم الانجاب من الحالات المرضيه الذي نص عليها قانون الاحوال الشخصي رقم 188 سنه 59 بانه للزوج والزوجه طلب التفريق في حاله حدوث مرض معين للطرف الاخر يستحيل ان يكمل الحاله الزوجيه بينهما، ومن ضمنها احنا عديد من الدعاوى بالاحوال الشخصيه تاتينا بسبب عدم الانجاب، ولكن بحاله ان يكون الطرفين قد قررا ذلك، الطرفين قد اتفقا على ذلك، وحسب ما سمعت من الحاله بانه كلا الطرفين كانوا مقررا انه يوقفون فتره الانجاب لحين التخرج من الكليه. فهذا شيء نادر، ولكن هناك عديد من الحالات التي تأتي بسبب تأخر الإنجاب وعدم الإنجاب، وحتى حالات الزواج الثاني عادة ما تبنى على سبب أنه الزوجة الأولى ما قدرت تجيب الأولاد أو تخلف وكذا، فيختار أنه هواي كثير يعني كثير من الحالات نعم يأتون إلى المكتب وإلى المحكمة ويسألون عن ماهية إجراءات الزواج الثاني، يعني عند الاستفسار أكثر عن سبب الزواج الثاني نجد أن الحالة هي عدم إنجاب الزوجة الأولى. حتى في بعض الأحيان عندما أسأل الزوج هل أنت متأكد أن السبب منها؟ عندك تقارير تثبت أنه السبب منها؟ عادة ما يتهرب من هذا الجواب ويقول لي بالمفردات البسيطة هي موافقة ست، أنا أجيب لك إياها تنطينا الإذن وخلاص يعني نمشي الأمور. فعادي جدا تأتي كثير من هذه الحالات، وأكدوا عن يعني عن تجارب حقيقية مرت بالحياة، مو حياتي الشخصية بحياة يعني أسمع، إنه مو شرط الرجل يكون دارس حتى يتفهم، ولا شرط يكون مدارس حتى ما يتفهم، هواي أكو رجال مدارسين بس يتفهمون المرأة شنو تريد وين تريد توصل، وهواية أكو واصلين إلى ليفلات عالية، ممكن طبيب، ممكن أستاذ جامعي، ممكن فد أيقونة بالدولة هو، بس هو نظرته للمرأة أنه ما تكمل، أنه هي فقط ماخذها بس حتى تطبخ له تكوي له، يرجع من الدوام أنهم حضرت للبيت على آخر مثل ما يقول على مرامة. نعم، لكن هنا هذا الزوج حقيقة وإن كانت نهايته هو مو يعني خلينا نقول نهاية مو ما محببة، لكن هو القدر يعني هذا نادر حقيقة. نتمنى يعني من شبابنا أنه يعني يكونوا متفهمين للمرأة، لأن بالتالي هي راح تكون سند إله. الرجل ممكن ينظر انه اني اخويا سندي او اني ابن عمي او اني شغلي سندي، لا، الرجل حال المراه ممكن تصيبه لحظات اخفاقات بحياته، من يوقف له؟ هو ليش يسمون الزواج شراكه؟ شريكته اقرب الناس له، صح ابوه صح اخوه صح امه، لكن المراه ان كانت قادره هسه اغلب من جانب اخر اضافه الى الدراسه موضوع انه قياده المراه للسياره، اغلب الرجال يعلموها شنو السبب؟ يقول لك اني طالع بشغله اني انت احتاجيتي صار ظرف طارئ تقدرين تطلعين تقدرين تستخدمين السياره وتقوديها. بالاضافه الى ذلك المراه المتعلمه والدارسه وين تاثيرها هنا يكون بالحياه الزوجيه؟ المراه اذا كانت متعلمه والرجل ما متعلم هنا الاطفال راح يطلعون متعلمين ويوصلون الى ليفل اعلى، ليش؟ لأن المرأة هي المسؤولة عن البيت كله برمته بدراسة. لا تتصورين هسه أنا أعرف ناس المرأة ما متعلمة والرجل متعلم بس هو ما متفرغ يدرس الأولاد، تضطر توديها مدرس تضطر وما تمشي الحياة ما تمشي وياهم، لأنه ليش؟ كش أمها ما تعرف، ممكن هي ما عندها إمكانية، بينما إذا هي تعرف إذا هي دارسة إذا هي واصلة راح تقدر هي تعين أولادها، هي تدرسهم هي توصلهم هي تحثهم. لذلك موضوع الدراسة وموضوع تفهم الزوج لهذا المشروع اللي هو اعتبره رسالة هو من المهمات في الحياة، من مهمات إنشاء عائلة سعيدة. إحنا ما نقول أكو سعيدة 100%، أكو منغصات بالحياة، لكن موضوع أنه المرأة تكون دارسة أفضل مما
الرجل يعني حقيقة، مو إحنا نقول الرجل اللي يتعلم، بس القصد هنا تعليم المرأة هو بالدرجة الأساس لتكوين العائلة. مو شرط هسه إحنا نقول خد تدرس، مو شرط تمارس عمل ما، يعني ربما الظروف تحكمها تقعد بالبيت، بس هي الليفل اللي واصلته والدراسة اللي واصلتها والثقافة اللي واصلتها راح تساعد كثير بإدارة شؤون منزلها. وراها يعني صارت 10 سنوات وصارت يعني مشكلة عشائرية بالمنطقة، وهو زوجي بالمركز الشرطة بالمنطقة وصار رمي، وصارت شلون بيناتهم رمي وزوجي توفى. أنا كلش يعني حزنت عليها وبقيت كلش حالتي النفسية تعبت، لأنه شيء ما متوقع أنه راح يعوفني، وإحنا كنا على أمل أنه يصير عندنا طفل. وأم خطية كانت تشوفها بي يعني، وقالت هذا بيتك وتبقين بس قلت لهم أنا ما أقدر بعد، أنا لازم أرجع يم أهلي. فالأم حقانية وقالت أنا مثل هذا البيت مثل ما هو إلى ورث وأخواته، فأنا مدام موجودة هو البيت باسم أبوهم، أبوهم متوفي. فقالت أقسمها، وهي يعني تقعد ويا وحدة من بناتها لأن بعد ما تقدر وحدها. فأعطتني نصيبي، أنا نصيبي يعني قدرت إنه أشتري بي يعني قطعة صغيرة باسمي، وبقيت بوظيفتي وما عندي أي مشكلة لحد ما صارت لي مشكلة بالمدرسة. صارت لي مشكلة على مود طالبة، وهاي المشكلة يعني يعني على مود تجاوز وهيك شيء، هي تجاوزت بالبداية وأنا ما أتحمل تجاوزت عليها، فصارت بيناتنا مشكلة كلش كبيرة. وهم قالوا نسويها عشائرية، أنا ردت أسويها بالقانون، ورحت رحت المحامي وعلى مود إنه أرفع قضية. هذا المحامي كان كلش متعاون وياي وساعدني، وعلى فترة القضية طبعاً هم أرادوا عشائرية، بس أنا تفاهمت وياهم قلت لهم هذا حقي بالقانون، أنا غلطانة وبتكم هم غلطانة، وشوف منو اللي أنا ما عندي مشكلة إذا أنطى تعويض أو أنا تجاوزت، يعني صارت مشكلة كبيرة. فالمحامي وقف وياي بهاي الفترة، وصارت بيناتنا يعني حكي، وصار بيناتنا يعني ملاطفة، وصار بيناتنا تعاطف، وتعاطف وياي وعلى قضيتي، ويدري بي يعني شلون وصفت لي شلون أنا تعبانة بالتدريس، وأني نفسياً أصلاً طالعة من أزمة نفسية، فقدت زوجي ويعني كنت أحب زوجي. فهاي همتين بالمحكمة قالوا إنه ظروفها النفسية وهيك طلعت من هيك أزمة. ويعني القاضي الصراحة كان منصف بيناتنا، يعني هو قال انتو غلطانة وانتو غلطانة، بس بالتالي انا دفعت التعويض للطالبة لانه هذا حق الصراحة. فبقى المحامي هذا على تواصل وياي، وبعدين عرف انه انا عندي قطعة ارض باسمي، يعني ردت انه هذه شلون أثبتها أكثر، وردت أنه أسيجها وشي. فأنا هاي الأمور ما أقدر أمشي بيها، فوكلته حتى أنه شلون يسوون قاص وشلون يعني أكو أمور هو راح بيها العقار وراح مشي بيها وكل شي طبعا بحسابه، أنا ما كنت أقبل بدون ما يأخذ أتعابه. بس بقت بيناتنا علاقة جيدة، يعني أنه ظلينا نسولف ونحكي دائما، وضايفته على الفيس وعلى انستغرام. بعدين هو قال اني تعلقت بيك واني اريد اتقدم لك، قلت له انت تعرف ظروفي واني 10 سنوات ما صار عندي طفل، واخاف هم يصير، اخاف المشكله هماتين بيا، مو وقتها هي كانت اني وزوجي اثنيناتنا عندنا مشاكل. قال اني ما اهتم للاطفال، اني شاريك انت. أنا ما أقدر أقول أو أجزم أنه هي قللت من استحقاقها. المرأة بكيانها وبطبيعتها هي محتاجة إلى رجل في حياتها، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هناك عدد معين لزيجات المرأة، عكس الرجل اللي حلل فقط 4 على ذمته. أما المرأة ممكن تأخذ 11 شخص أو ممكن تأخذ 15 شخص بفترات متباعدة، كأن تطلق أو ترمل وهكذا.
ليش؟ لأنه الزوجة عادة هي ضعيفة، هي تحتاج إلى رجل. إحنا عندنا فكرة للأسف مطلقة في المجتمع حاليا أنه بما أن المرأة استقلت ماديا فهي ليست بحاجة إلى رجل. لا، هذه الفكرة خاطئة، هذه فكرة روجت إليها أيادي غربية عذرا لللفظ، ولكنها قبيحة جدا. لأن المرأة مهما تكون قوية، مهما تكون صاحبة مسؤولية وصاحبة كيان مادي مستقل، ولكنها تبقى بحاجة إلى رجل. لأن المرأة أولا وأخيرا قبل كل شيء هي خلقت لتنجب، خلقت لتشعر بمعنى الأمومة، خلقت لتكون أسرة. هناك العديد من العامل، أنا شخصيا فتاة عاملة وامرأة عاملة وأدرس في نفس الوقت، يعني أنا أعمل وأدرس ومستعدة إلى تكوين بيت وتكوين عائلة، وهذا الشيء ما نقص مني بالعكس. لكن بخصوص هذه الحالة شوية هي اتجهت للاختيار الخاطئ، يعني بمعنى أنه هي كانت تعاني من فترة فراغ، فترة حزن، فترة اللامبالاة واللا هدف، بأنه هي حست أنه هي خسرت كل شيء، ما طلعت من هذا الزواج بثمرة كأن يكون طفل وتقول أني مثلا أقدر أكمل الحياة على مودة، أقدر أشتغل حتى أعيشه، أقدر أشتغل حتى أربيه. ويمكن أمهاتنا كثير كثير، يعني خصوصا بحرب الثمانينات وحرب التسعينات، كثير من الأمهات اللي ترملت وما تزوجت بعد، وذلك ليش؟ لأنه كانت طالعة من الزواج بثمرة، بثمرة الأطفال سواء كان ذكور أو إناث، تحاول أنه تكون عاملة لتلبي متطلباته. ولكن هذه الحالة بالذات هي حست نفسها أنه هي وحيدة، فحاولت أنه عسى ولعل أن تكرر التجربة من جديد، وعسى ولعل أنه يكون ذلك سبب في أن تكون أم. يعني أنا حتى من تابعت الفويس هي ذكرت أنه كانت الأسباب مني ومنه بعدم الإنجاب، فكان لديها يعني بذرة أمل أنه ممكن هذا الرجل يعطيها الثمرة اللي هي محتاجتها. الفرق بين الأرملة والمطلقة أنا ما أتوقع أنه فرق يعني كبير، لأنه هو بالتالي الاثنين هي فاقدة الزوج، هي هذا المبدأ. أما فقدة الزوج شلون؟ أو الأولى الأرملة اللي هي قدر رب العالمين، والثاني اللي هو نعتبره أيضا قرار، وهو قدرها أيضا من رب العالمين. هو قرار الطلاق مثل ما الزواج طلاق، زواج قرار، الطلاق أيضا قرار. فهنا من قرروا يطلقون ربما ما اتفقوا، ربما أكو في تدخلات أخرى، ربما رب العالمين هو كاتب لهم إلى هذا الحد. مو معناها أنه الزوج سيء أو الامرأة سيئة، لكن للأسف الآن لازلنا إحنا بالقرن الـ21 أنه لازلنا ننظر للمطلقة على أنها إنسانة غير جيدة. هنا المرأة شلون تقدر تغير هاي النظرة لها إذا كانت مطلقة أو أرملة؟ تغيرها من ناحية أنه التزامها، تبقى ملتزمة وفق عادات وفق تقاليد. ممكن حتى بعض العوائل المرأة إذا تصير أرملة أو مطلقة، الأهل، وهذا تصرف كلش جيد وأني ويا الأهل بهذا التصرف، أنه يحدون من طلعتها، مو يعني يحبسوها بالبيت، لكن يحدون، خلون أكو حدود. ليش؟ لأن هاي امرأة يعني خلينا نقول تصير مطمع للمجتمع حقيقة، وهذا هو المفروض أنه الرجل ما ينظر لها على أنه مطمع. بس هو هنا المشكلة إذن وين صارت؟ المشكلة مو هي، مشكلة بمجتمعنا، بالرجل اللي ينظر للمرأة المطلقة أو الأرملة على أنه مطمع ويطمع بيها وين ما كان بأي مكان، مع كل الاحترام للرجال يعني. بس هو هذا حقيقة، هذا واقع حال، هذا واقع مجتمعنا الآن. هنا هاي المرحلة هي سواء مطلقة أو أرملة هي انكسرت، هي كان عندها سند وانكسر هذا السند. احنا دائما المرأة اللي تتأخر مثلا بالزواج يقولها الزوجي، لأن حتى يصير لش سند، أو على الأقل تخلفي لش الطفل يلم كبرتش، وهاي الأمور الأخرى. كيفما هي أنه فقدت هذا السند بسبب قدر رب العالمين، هنا راح تبحث عن ملجأ آخر، لأنه نرجع لنفس النقطة أنه الأهل ما يدومون إذا كان أخ وإذا كان أب. الأخ هو يتزوج ويكون عائلة، والأب يعني حتى لو كان موجود بالحياة فقدرته على إسناد ابنته تقل تدريجياً، لأنه هو راح يكون رجل كاهل. يجب أنه تكون أكو شريك بحياتها، يشاركها مشاويرها، يشاركها مشاريعها المستقبلية، أهدافها يحققهن وياها. هنا يجب أن يكون اختيارها بالمستوى اللي هي بنت حياتها بالأول عليه، يعني ما تختار
الشخص اللي هو بس مجرد انه مهرب، انه تتخلص من كلمة أرملة او تتخلص من كلمة مطلقة في سبيل انه تروح ترتبط مرة اخرى، على حساب انه تخسر هواي امور من حياتها، على حساب ممكن اني اعرف هواي ناس انه انت مطلقة مثلا، هي تعمل عمل بس اني اجيش اوكي اتزوجك، ممكن حتى عندها اطفال ويتقبل اطفالها، او أرملة ويتقبل اطفالها بس يشوط عليها انه انت تقعدين بالبيت انا ما اريدك هاي. فهنا هي تتوازن تشوف اي انا احسن ما اضل بالعمل وما عندي احد اروح ارتبط، والرجال على اساس انه يسوي لي اسم وعائله، هذه حقيقه انا ما اشجع عليها. اشجع وين؟ اوكي هي مو عيب تتزوج، النظره الاخرى انه يقول الارمله خلص جربت حياتها وماكو داعي، يعني هاي شو وقت ماكو داعي؟ اذا كان عندها اولاد بعمر متقدم ممكن يقولش تقعد تزوجهم وتشوفهم وتدرسهم، كيف ما اذا هي ما عندها اولاد هنا من حقها تجرب مره اخرى او ترتبط مره اخرى، لكن بالانسان الصح، بالشخص اللي هو يوفر لها مقومات الحياه اللي هي تحلم بها. صراحه هي صعبه انه احكي ويا اهلي بانه ادخل بعلاقه ثانيه، واني هم وقتين كانت نفسيتي مو هالقد، بس كنت شويه انه يمكن اذا شخص يهتم بي وفاهم وانا احتاجيته هاي الفتره ووقف وياي راح يعوضني وراح ينسيني يعني الزوج الاول. فاني قبلت بس اهلي ما قبلوا بالبدايه، قالوا انه انت بعدك ويرات فتره، وكلامهم كان صحيح. فاني قلت له خليني انتظر فتره شويه، لانه انا حتى يعني اتعود اكثر انسى اكثر، وحتى للناس يقولون يعني ما صار لها يعني طلعت السنه ما زوجها راسا زوجت، لان تعرفين مجتمعنا يحجون وينتقدون، واحنا كنا جيران ومنطقه فعشر سنوات زواج اكيد راح يقولون انت شلون هيك قلب وشلون نسيتي يعني من هذا الحكي. فبقيناهم على سنه كامله وهو تحمل، ودائما خلال هذا السنه يعني يلومني انه احنا ليش تاخرنا، فحس دائما حسسني بتأنيب ضمير انه انت السبب، انت لازم توقفين، لازم تصيرين قويه، توقفين بوجه العالم، شو يريد يحكي خليه يحكي. يعني ورا هاي السنه قوه يعني صبر على هاي السنه وراها، قلت لاهلي يعني هذا الولد بعده مصر اريد يتقدم، ابوي قال لي خالد ما دام صبر هاي الفتره خليه يجي يتقدم. اتقدم لي بس انا ابوي شرط المؤخر مالتي يعني يكون 25، طبعا ما قبله، قالوا انه هي ارمله وشون يعني انتم تقيموا بنيه يعني وتطلبون هيك شيء. بس ابوي اراد لي ضمان، قال لهم هذا اللي عندي وكيفكم انتم. فخربت القعده اول مره. مبدئيا المهور بالمطلق، يعني انا ساتكلم من جهه القانون، مبدئيا المهور بالمطلق يحددها الاعراف، يعني الاعراف المجتمعيه اللي داخل المجتمع. حتى انا لاحظت انه لما تقدم لها الشخص الثاني وطالبت بمهر 25 مليون دينار، كان سبب الرفض انه هي ارمله، هي مو بنت بنوت على مود ننطيها 25 ألف. طبعا ارجع العفو مليون، طبعا ارجع واكرر انه فكره المهور هي عرفيه. حتى الرسول صلى الله عليه واله وسلم عندما جاء الاسلام وتبلور داخلنا الانسانيه، الاحترام، محافظه على المراه، المحافظه على كيان المراه، الاهتمام بالمراه، لم يجعل انه ان قدر المهر المراه هو قدر مكانتها الاجتماعية نهائيا، ولكن ممكن أنه تكون قليلة مهر ولكن رفيعة الشأن. فالمهور هي مبادئ عرفية تطرح على المجتمع، ومثل ما قلتي ما أقدر أحدد لك أنه سعر الدولار ممكن يأثر على المهور، ولكن هو هذا المنطق أنه كل حالة اجتماعية معينة، كل بيئة اجتماعية معينة، كل فتاة لديها، حتى إحنا في بعض الحالات هناك تأتي حالات انهن ما متسميات المهر، كان يكون المهر حجه الى بيت الله، كان يكون المهر ربع دينار. ففي هذه الحالات يكون هناك دعوه اسمها المهر المثل، فيلاحظون قريناتها،
قريناتها في العرف المجتمعي، يعني هذه خريجة بكالوريوس جميلة متكاملة ما بيها نقص ما بيها، فممكن أنه تعرض على خبراء ليقدروا المهر المناسب. وأرجع وأقول ماكو هناك معايير معينة للمهور، بالعكس هي عادة مجتمعية لا أكثر ولا أقل. هنا الغرض من شرط المهر المؤخر، الغرض سواء احنا نحكي بصورة عامة سواء هسه هاي حالة الامرأة او اي حالة بنت يجيها نصيب يشترط المهر، شنو الفكرة من وضع المهر يعني مقدار يعني جدا عالي؟ البعض ينسبة انه هذا من ما راح يقدر يطلقها ما راح يأمن هذا المقدار، والبعض لا حقيقة هو الهدف الرئيسي من وراء ذلك حتى يقعد بين اقاربه ويقول اني بنتي هلقد مهرها، او تقعد الام وتقول اني بنتي هلقد مهرها. طيب هو هذا الشخص إذا يريد يطلقها ويريد يأمن إيش قد كتب 100 مليون ترى يقدر. هسه الدولة حاليا إيش ده تسوي إذا هو صاحب راتب تقسطهم كل شيء سوي يعني قسم جلدي حتى إذا مؤخر شيء قد ما أنطيت يا يسوي قرار تمييزي وبالتالي شنو يحصل إنه تأخذ هي مستحقاتها بس تأخذها أقساط. شو استفادت هنا من المهر العالي؟ هنا الخطأ اللي يقعون به الأهل هو قلت له شيء مرتبط بشيء إنه أني من أشتري رجل أشتري أخلاقه أشتري هو شنو صاحب ذمة ضمير راح يعيش بنتي سواء هي أم أو أب راح يعيشها مثل ما أنا أريد مثل ما أنا. يعني أصعب شيء على الأب والأم أنه يحسون أنه بنتهم مذلولة ببيت الرجل وإن كان مهرها عالي. إحنا هاي المهر العالي وهاي الأمور والزي اللي يصير بالأعراس وإلى آخره هاي كفر غطاء، لكن ما وراء هذا الشيء شنو هو هذا المهم. فلذلك ننصح انه الاهالي والمهر مو فشيء يخلي الرجل يمتنع عن الانفصال او الطلاق او التعنيف او الى اخره من الامور اللي يصير ممكن. يعني هواي قضايا هواي، حتى يعني موضوع انه الرجل ما يصون مرته وهي ظاهره حقيقيه موجوده بالمجتمع. يعني شلون ما يصونها؟ يعني ما عنده غيره على مرته، هذا هل هو المهر العالي راح يأمن كل هاي الامور؟ فأني أفكر بهاي الأمور أولاً، خلي يجيها قاعد ببيت إيجار، خلي ما عنده بس الراتب ما عنده سيارة بس هو يحترمها ويصونها. ليش هسه الأهالي يقولش مثلاً ممكن المرأة تنظر إنه الرجل أنا والله ما أريد يشرط عليه ما أريد يغير لبسي ما أريد ما أدري شنو، لا بالعكس فرحي أنتي لأن أكو شخص عنده غيرة عليك عنده غيرة عليك، مو إنه أنا والله أنا إلا يجيني جايب سيارة آخر موديل يسجل نص بيت باسمي سجله وبعدين غيره ورا زواجتي. وبعض العوائل ما تتقبل البنت تطلق فراح تضطر انه تقبل باقل الاشياء، تقبل بالضرب تقبل. مره ثانيه ظلوا يتوسطون يجون على اهلي وهذه، فهو قال لهم اوكي 15 مليون. انا مو قصه انه هو مزاد وبيع بنتي بس أريد لها أمان لأنه الولد يعني ممكن يعوفه ممكن هاي أنا ضمان إلها وبنتي مرت بفترة صعبة. بعدين هو قبل على 15 مقدم ومؤخر وجهزنا وقعدنا وحدنا. أهله كانوا زينين ماكو أي مشكلة بس أحسهم ما حابين يعني تبين عليهم انه مو كلش يعني يمثلون بالتعرفين الفرحه هاي يمثلون بيها وهذا اللي حسيته. ما كنت اعرف شنو اللي داخله واحنا احنا ما سالنا عليهم هواي ما سالنا بس سالنا بالمنطقه خوش ولد قالوا ما عرفنا تفاصيل. هنا فد مفارقه انه ما بين الزوج الاول والزوج الثاني، هنا فد فرق جدا شاسع. الاول كان متفهم اهله متفهمين، الثاني كان ذكي وقدر يغلبها بالذكاء وقدر يستولي على كل شيء. هنا وين الخطأ؟ الخطأ أولا هي انجرفت لأنه عفوا يعني من هذا الكلام لأنه هي حست ما لها أحد وهذا الملاذ الوحيد لها هو اللي وقف وياها وهو الشغلة الثانية الأهل كيف هم بالبداية ما وافقوا كيف أنهم ما سئلوا عليه؟ طيب حتى إذا بدكم أرملة مو هو يجي غيره، حتى إذا أنتم تريدون تأمنون مستقبلها قبل ما يعني ترحلون شلون ما اكتشفتوا أنه هو متزوج؟ وين سألتوا عليه؟ سألتوا عليه بقرايبة؟ ترى قرايب مت هاي لو سألتوا عليه بالمنطقة أكو يعني أكو أهل
يعني يستمرون 3 أشهر و4 وممكن حتى سنة بالسؤال على الرجل المتقدم لبنتهم، سواء هي عزباء أو أرملة أو مطلقة. هذه لأن هذه حالة مصيرية، يعني أنا ما أوقع بهيش خطأ مع، يعني هذا الكلام حقيقة موجه للأهل. يعني أنا مو أول ما يجي، وطبعا النظر الآن من يجي الشخص أول ما يباعون شنو عنده، شنو يملك، البقية خلص ما لي علاقة بها. لكن إحنا من يعني حقيقة أنا نصيحة للأهل وحتى البنت تنظر للرجل على أنه مش يملك من مال، شي يملك من أخلاق وشي يملك من دين. الأخلاق ثم الدين، ترى الرجل الدين مو شرط عنده أخلاق. عشت وياه أني يعني الأشهر بالبداية، يعني أشهر حلوة وماكو أي مشكلة. ظل هو شوية يعني يشكو من المادة، أنا المكتب ما توقع، أنا أحتاج توقف المياه، أحتاج بيئة ذهب تساعديني، قطعة الأرض خلينا نبيعها، أنا ليش مأجر مكتب، أريد أشتري لي مكتب، أنتي أوقف وياه. ظل من هذا الشيء دائما أخذ السلفة، فظل على المادة دائما يسألني ودائما يريد أنه أساعده بالمادة. بعدين أنا اكتشفت أنه هو أصلا متزوج وأهله يعني قبلي وعنده أطفال، بس من أروح أني يحجون طبيعي، بس هو قاعد أصلا عائلته هاي قاعدين بيت وحدهم بعيد عن أهله، ونفهمهم أنه زواجه بي هو حتى يعوض وحتى يفتح له مكتب. أنا عرفت هذا الموضوع من رحت الأهلة، ويعني واحدة من أخواتها واجهتني وقالت لي أنت حرام، يعني أنت ما أريد ظلمك أكثر، ترى هيك أخونا الظاهر هي زوجته الأولى سوت له مشاكل، لأنه عدت الفترة الأشهر اللي هو مخليها لهم، قال لهم خلال هذه الأشهر أنه أنا أفتح مكتب وأسوي كل شيء. زي أنا هنا مشكلة كبيرة أنه هو محامي، يعني شو أقدر أنا أسوي أو شون يعني، وهنا ما أقدر أطلع من البيت لأنه إذا هذه تروح حقوقي ويروح الماتي الغايب. فظليت أسأل ورحت همين شركات غيرهم، شركات محامات، وسألتهم وهاي، قالوا لي ابقى على موقفك وصره وشوف شو يريد يسوي هو. حقيقة هو من البداية هي مفروض أنه هذا الشخص أول شيء هي باعت له هواي أسرار، وإن كان محامي يعني هو محاميها ولازم قضيتها، باعت له هواي أسرار خلته أنه يحس أنه هي ضعيفة ومنكسرة، فهو من هالباب دخل واستغل هاي الضعف، واستغل أنه هي ما لها أحد واعتبر نفسه هو كأنما والي عليها. هنا موضوع أنه قررت تنفصل خلاص أحسن مما تخسر أكثر من هذا المقدار. هي خسرت قطعة الأرض، ممكن حتى هاي ممكن خسرت كرامتها بالتعنيف بالضرب بالغلط صح، صرت أنه هي تبقى بنصيحة أحد المحاميات أو هاي، لكن بالتالي هي خسرت، ممكن هاي سبب عندها حالة نفسية أنه هذا قامت تنظر للرجال مثل هذا الرجل، ممكن حتى نسيت النعيم اللي عاشته مع الزوج الأول والزوج المثالي، بعد قامت صعب الاختيار عليها، قامت ما تأمن. فهذا الموضوع هو مو سهل، موضوع التعنيف، موضوع استغلال ضعف المرأة راح يشكل عندها فد حالة نفسية ويخليها ما تتقبل أي رجل بالمجتمع، حتى ممكن أي تعامل بسيط مع الرجل بعد ما تأمن به. هو ظل يتجاوز عليها، بعدين ظل يضربني، من ظل يضربني فقلت لي المحامية بأنه روح يسوي تقرير رأساً على مود هذا يثبت بأنه هو يعني كان يتعدى عليك وهذا يفيدك من صالحك. فرحت سوي التقرير وراها قلت لي روح لأهلك، وهذا أصلاً زواجك غلط من البداية، أنت يعني ما أعرف يعني هي صارت. فبعد التقرير وشي فهو قال أني ما أطلق وأني إلا تنطيني وما أدفع الغايب وهاي، أني رفعت قضية، المحامية ساعدتني والتقرير أثبت لي أنه هو كان يضرني. وأني همين حكيت وقلت لهم هو مو بس هاي يريد يأخذ أملاكي يريد يأخذ القطعة مالتي، بس قالوا لي ماكو شاهد على الكلام، بس هو أنه كان يقوله بس كلام، يعني ما كان يعني أكو شيء دليل على هذا الكلام. المهم بعدين حكموا لي بأنه المؤخر إلي بس صار بالتقسيط يعني مثل النفقة، ويعني مشيت بوقت وبعدين قدرت أخذها، وهو يعني بعد أني يعني أخذت اللي أقدر عليه من البيت، طبعا ما قدرت أخذ كل شيء. هو حتى
قالوا انه انتم تراضوا، وبعدين هو ما ادري شلون حكى وياهم بانه احنا نتراضى بهاي الاشياء، لان هو اكو هدايا واكو هواي اشياء تعرفين الاثاث مو كله اني اخذه، بس صراحه ما اخذت كل الاشياء. هو بلغهم بانه هو انه انا اخذت كل الاشياء لي، بس انا ما اخذت هواي اشياء هو اخذهن. صحيح، احنا المحامين عاده لما تاتينا اي مشكله معينه فالتفاصيل الصغيره تفرق ويانا، يعني التفاصيل الصغيره اللي ممكن انه الموكل يشوفها تافهه احنا ما نشوفها تافهه، واحنا ممكن تكون دفوع قويه ودفوع حاسمه للدعاوى. لكن احنا بنفس الوقت قسمنا قسم، والقسم المهني هو اعلى من كل شيء. المبادئ هي اللي تحافظ او هي الكفر لهذا القسم المهني. بالنسبه لهذا الشخص انا ما اقدر اقول انه هو لانه محامي استطاع ان يلم بهذه الامور، بالعكس انا جايتني حالات اكثر من غير بهن، جايتني حالات انه يكون طبيب ومتحرش، جايتني حالة انه يكون مهندس وكذاب يبتز البنات، جايتني حالة انه يكون مهندس الكترونيات وخريج هندسة الكترونيات ومن الاوائل على دفعته وهو مبتز للبنات، جايتني العديد من المهن. فانا ما احب انه يعني اعمم فكرة انه المحامي لانه عرف كل التفاصيل هو اصبح ملم بالموضوع، فبالتالي بين انه كم راح يربح كم راح يخسر بهذا الزواج. لا، نهائيا هناك العديد من الحالات اللي تاتينا سبب هذا التوجه وعدم احترام القسم لاي مهنه معينه، السبب هو المبدا، انه هذا انسان مبدا قليل او ما عنده مبدا او مريض المبدا، توجهاته طمع اكثر من ان تكون مساعده وحب المساعده للاخرين. بالعكس المحاماة مهنة إنسانية إلى أبعد حد، يعني إحنا مرات تأتينا حالات يكون فيها الحق مع الظالم، كل الحقوق القانونية مع الظالم، ولكن المظلوم لا يمتلك أي دليل، لا يمتلك أي شيء. فإحنا من دافع الإنسانية راح نحاول نبحث ونتقصى ونأخذ المعلومات في سبيل أنه نوجه المظلوم إلى الحق. وبالعكس هناك ظلام أيضا ندافع عنهم، وذلك لأن مبدأ الدفاع مقدس. فالمحامي بكل الأحوال هذا لا يعطيه الحق بأنه يتعدى على مهنته، يتعدى على مبادئه، ويحاول أن يتصيد الفرائس من قبل هذه الدعاوى. أما بخصوص الحالة اللي سمعتها، فإنه هذا الرجل هو مبدئيا عنده هذه الغريزة، غريزة أنه يتصيد هذه الفريسة، يأخذ منها ما يريد ثم يتركها، حتى وأن زوجته وأهله موافقين على ذلك، بمعنى أن المبدأ موجود بالضبط. لأنه يعني هل من المنطق أنه ماكو كانت هناك أم تقول له لا هاي بنت عالم وحرام يعني تلعب عليها أو تضحك عليها؟ هل من المنطق انه هو مخاف على وحده من خواته، كما ذكرت انه موجود عنده اخوات؟ زين، هل من المنطق انه هو زوجته تقبل انه يتزوج؟ فموضوع الحرام وموضوع انعدام المبدا، انعدام الاخلاق، هو موجود داخل العائله ككل. فبالتالي هذه البذره اللي هي خرجت محامي للمجتمع هي نواه عائله متشتته لا اخلاقيه، ما عندها مبادئ، فطبيعي جدا ان إجراءات الطلاق هي إجراءات صحيحة اتخذتها بأنه طلبت التفريق لضرر. ما أعرف أنا حيثيات الدعوة بالمطلق، لأنه هي تكلمت بالمختصر عن موضوع الطلاق وقالت أنا طلقت وأخذت الغايب حسب ما أذكر، وأنه قصت الغايب، هاي أيضا إجراءات قانونية صحيحة، لأن عادة إحنا المهور سواء كان معجل أو مؤجل يقسط. المعجل يعطى من خلال أثاث الزوجية، لأنه نعم، لأنه عادة إذا تلاحظين في كل عقود الزواج يكتب إلى جانب المهر قد قبض من قبل الزوجة، وهاي إحنا عندنا مشكلة كبيرة، لأنه لما تقول الزوجة أنه هي قبضت المهر فليس لديها إلا المطالبة بأثاث الزوجية، باعتبار أنه هي قبضت هذا المهر وتوزع على أثاث الزوجية. بينما هناك تأتيني حالات بنات واعيات ومثقفات قانونيا يقولوا لي لا ست، احنا نريد العقد، ما بعدني ما قابضة شيء، يعني ما مستلمة شيء بإيدي، أنا أريد فوق الأثاث وفوق ما يجهزني أنا أريد المهر بإيدي. زين،
فأني عديد من الحالات جتني وكان هناك وعي. وعادة المرأة العراقية يعني البنت العراقية بالمطلق لما تأتيها قسمة معينة هي تحاول تساعد باللي تقدر عليه، يعني تشاهديها أنه هي مهرك 10 قبضتي، إيه نعم قبضت، جابوا لك أثاث يمكن هي جايب لها غرفة ما تكلف 1.5 مليون، تقول إيه عادي قبضت المهر، وتعتبر أنه هذه الغرفة اللي مثابة 1.5 مليون هي كامل للمهر. فهذا الخطأ من البنات العراقيات، وأنا ما أعتبره خطأ بقدر ما أعتبره هي تربية صحيحة لمراعاة الزوج ومراعاة الخاطب باعتبار أنه بداية حياته، فممكن أنه توقف وياه بهذا الخصوص. والحمد لله إن انتهت على خير. أنا أحس أنه أنا سرعت هواية، وهو ماكو شيء يطلعني من الأزمة غير الصبر، والعوض يجي إن شاء الله. هسه حاليا أنا ما عندي يعني وي أهلي وحياتي طبيعية، وبعدني بوظيفتي وما أفكر أبدا بالزواج، وهذا الموضوع عايفته إلا إذا يجي شخص مناسب، وما أعرف وين المشكلة. الضمانات ماكو شيء ضمان، فهميا أنا حايرة باللي يضمن لي الشخص المناسب بالمستقبل إن شاء الله. حقيقة أنا أقولها خلص، الإنسان يجرب مرة ومرتين، وبالمرة الأولى كان القدر، وبالمرة الثانية قدر مع قرار خاطئ من قبلها. فلذلك يعني هي وصلت إلى مرحلة أنه ممكن التجارب اللي تعيشها أي امرأة أو أي إنسان بالحياة تكون درس إله، فيكون درس إلها بعد يقويها بعد قوة. أوكي إحنا نرجع نقول المرأة تحتاج الرجل، كما أنه جربت مرتين خلاص صارت قوية تقدر تقود نفسها. خلي مثلا عندها أخ تعتني بأولاده، عندها أخت تعتني بأولادهم، عندها أم لا زالت موجودة وتكمل حياتها. مو شرط هي يعني المرأة مو شرط أنه تبقى بالمجتمع وتعيش وتتعايش أنه يجب أن ترتبط برجل. خلص جربت مرتين، أنا نصيحة يعني حقيقة ولكل امرأة شاهدني وهيك حالتها وهيك وضعها وتمر بهيك ظروف، أنه وهي بالذات هذه الامرأة يعني لأن عانت شغلتين يعني صدمتين كافي، بعد الثالثة ما يتحمل الموضوع. خلي تبدع بدراستها، تكمل دراسة عليا، ممكن تتولى مناصب، ممكن يعني ممكن تصير باحثة اجتماعية، يعني إذا جان ناشطة مدنية إلى جانب اختصاصها اللي هي مختصة به، تكمل مشاريعها بالمجتمع، مو شرط جنبا إلى جنب الزوج.